ريادة الأعمال هي ثقافة وهو واجب وطني في حد ذاته. نتبادل ونتكامل في الأدوار مع شركائنا الاستراتيجيين. نحن اليوم فعلا نرسم مستقبل للأجيال القادمة. كليات التقنية العليا حريصة دائما لتمكين رواد الأعمال المواطنين وتوفير الأدوات اللازمة في خلق جيل جديد من رواد الأعمال الشباب. أما المشروع اللي بعده عندنا كوكيز، هو نوع مشروع طبخ حلويات، عندنا يعني عنوان تواصل معه على الانستغرام. رائد العمل هو الشخص اللي متحمس لإنجاح مشروعه.